دير الزور. طبعا هذه احدى المحلات التجارية التي تم قصفها بالصواريخ، حسبي الله ونعم الوكيل. طبعا تم قصف هذا المحل من قبل عصابات الطاغية بشار من المدفعية المتمركزة على الجبل مدينة دير الزور. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. طبعا هذا هو صاحب المحل. حجي انت شكون توجه رسالة البشار الاسد واعوانه؟ وجه البشار، بشار الاسد، بشار الاسد ضربتنا اسرائيل، ها، ولحد الان يحتفظ بحق هون بحق الرد. فهمت؟ ايمت شكون اسمه يرد؟ احسن ما يرد على الشعب، يضرب الشعب بالمدفعية والصواريخ ويضربهم بالطيران ويضربهم بالهاي، ليش ما يضرب اسرائيل؟ حسبي الله ونعم الوكيل ان شاء الله، حسبي الله ونعم الوكيل. لا محل خلص منه، لا بيت خلص منه، لا طفل خلص منه، لا رضيع. كلها ارهابيه. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل ان شاء الله عليك. حسبي الله ونعم الوكيل عليه ان شاء الله. كان معكم الجراح الديري، هيئه اعلام دير الزور.